خليني اخد الاستاذ محمد المغربي وخبر جاءنا عاجل من النادي الاهلي. الجمعيه العموميه للنادي الاهلي تجمع توقيعات بالالاف لشطب عضويه مرتضى منصور من نادي الزمالك من نادي الاهلي. وهنا في وقفه مهمه جدا، ان كان الكابتن صالح سليم المايسترو رحمه الله عليه كان قد شطب مرتضى منصور، شطب عضويه مرتضى منصور. مرتضى منصور رفع قضيه وكسبها في مجلس محمود طاهر. مجلس المحترم محمود طاهر رفض تنفيذ او مش رفض تنفيذ الحكم، لا، رفض استلام عريضة الدعوة وقدم استشكالا، وظل الامر معلقا غير منفذ. الجمعية العمومية للنادي الاهلي يبدو انها عايزة تحسم الامر، لانها هي مصدر السلطات وصاحبة السلطة الاقوى. قرر أعضاؤها جمع توقيعات أو بعض منهم لشطب عضوية مرتضى منصور نهائيا من النادي الأهلي. في كم كبير من التوقيعات تم جمعه، وفي تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع. خلينا نستدعي المحترم الأستاذ محمد المغربي، عضو الجمعية العمومية في النادي الأهلي ومنسق هذه الحملة لشطب مرتضى منصور من النادي الأهلي. أستاذ محمد المغربي، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا عبد الناصر؟ ازي حضرتك يا فندم، لعلك بخير. الحمد لله تمام. ماذا لديك من تفاصيل في هذا الموضوع؟ وهل بالفعل جمعتم توقيعات ام ما زال الامر في حيز الفكره والمبادره؟ الموضوع في بدايته كان ببساطه، ان احنا فوجئنا ان مرتضى منصور ما زال عضوا في النادي الاهلي زي ما حضرتك تفضلت وقلت، ان هو كسب القضيه اللي اترفعت ايام مجلس المهندس المحترم محمود طاهر. والمهندس محمود طاهر تقدم باستشكال. فكانت الفكره ان احنا نستخدم او حق الجمعيه العموميه اللي هي تعتبر اقوى سلطه حاكمه دلوقتي في جميع النواتي في اسقاط عضويه السيد مرتضى منصور من النادي الاهلي، ان احنا ما نقبلش يكون وسط النادي حد يسيء للنادي الاهلي، يسيء لجمهور النادي الاهلي، يسيء لمجلس اداره ورئيس النادي الاهلي. فمن هنا جت الفكره، كانت مع الاستاذ عمر السركاوي، وكنا بدانا ان احنا نعمل حمله توقيعات فعلا. احنا انتهينا من الصيغه القانونيه للطلب اللي هنقدمه للسيد المدير التنفيذي السيد العميد محمد مرجان، وان شاء الله الحمله هتبدا يوم الجمعه الجايه في النادي الاهلي الجزيره بعد صلاه الجمعه. لقينا تجاوب كتير جدا من الاعضاء، ناس كتير كلمونا ما يعرفوناش على المستوى الشخصي، بس عشان هم لقوا ان احنا بنعمل المبادره دي بدأوا يتواصلوا معانا، ناس تطوعت في المشاركه، ناس قالت احنا معاكم في اي حاجه علشان نطهر النادي الاهلي من مثل هذه الشخصيات، مع كامل احترامنا ليه، ولكن النادي الاهلي ليه طبيعه خاصه وليه خصوصيه ما نحبش حد يتعدى عليها. يعني اذا الجمعه القادمه ستنطلق الحمله في ظل القانون الجديد ادى للجمعيات العموميه الحق في شطب او اسقاط عضويه احد اعضائها اذا كان هناك خطوات قانونيه زي ما انت قلت. بالظبط، احنا هنجمع التوقيعات، هنتقدم بالطلب للسيد المدير التنفيذي للنادي الاهلي، يرفعه لمجلس الاداره، يتم التصويت عليه في اراء الجمعيه العموميه اللي هي ان شاء الله هتكون في شهر 11، يتم ادراج البند ده في الجمعيه العموميه. واعتقد بما لا يدعو مجالا للشك ان مفيش حد في النادي الاهلي هيرفض طلب مثل هذا، نظرا للاساءات المستمره اللي بيقوم بها السيد مرتضى منصور ضد النادي الاهلي وجمهوره ورئيسه، اللي احنا لازم كلنا ندعمه ونكن له كل تقدير واحترام. بعد ما تقدموا للمدير التنفيذي طبقا للخطوات القانونيه العميد محمد مرجان، يتم ادراج ذلك كمقترح في اول جمعيه عموميه. بالظبط بالظبط، ان شاء الله طبقا للائحه النادي الاهلي اللي تم الموافقه عليها الجمعه الماضيه، ان يتم رفع الطلب لمجلس الاداره، وفي حاله موافقه مجلس الاداره بنسبه الثلثين على ما اعتقد يتم ادراجه كبند في الجمعيه العموميه، يتم بنده في للتصويت عليه من الاعضاء، وفي حاله موافقه الاعضاء يتم اسقاط العضويه. محمد بيه المغربي، عضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، شكرا جزيلا، كان معنا معلقا على مبادره بعض اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي لشطب عضويه مرتضى منصور بعد ان كسب قضيه بعودته، بعد ان تم شطبه من قبل الكابتن صالح سليم، عاد بحكم قضائي في ايام المحترم المهندس محمود طاهر، الا ان المهندس محمود طاهر استشكل على الحكم ورفض استلام صيغته التنفيذيه، والأمر ما زال متداولا قضائيا، ولم يحدث أنه عاد حتى الآن لأنه لم يفصل في الاستشكال كما وصل إلي من معلومات. أعضاء الجمعية العمومية بعد أن أقروا لائحتهم الجديدة من ضمن بنودها أحقيتهم